تسأل عن المرأة إذا كان عليها أيام من رمضان وتريد صيام الست من شوال، هل تبدأ بصيام الست من شوال ثم تقضي ما عليها من رمضان، أو تبدأ بالقضاء ثم بصيام الست؟ جزاكم الله خيرا. تبدأ بالقضاء ثم بصيام الست إذا بقي من شوال شيء، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. فما دام عليها أيام من رمضان فإنها لا يصدق عليها أنها صامت رمضان حتى تقضيها. نعم.